السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اعرف مين اخر واحد اشتغل على الجزئية معينة، مثلا المكنة دي مين اخر واحد عدل فيها؟ كنت انا حاطها في مكان معين ولقيت حد عدلها، تمام؟ طيب يبقى انا كل اللي انا اعمله هاجي هنا في الورك شيرنج واقول له تشيك اوت ستيتس، وبس اقرب من العنصر هيبدأ يقول لك الكرنت اونر، مين الاونر دلوقتي، كرييتد باي ولاست ابديتد ان سنتر باي، من اخر واحد عمل ابديت. فانت عرفت مين الكرييتد، مين اللي عمل اول واحد ومين اللي عمل لاست ابديت.